2003 تأسست أول مجموعة ديال الهاكرز سميتها نانومينوس أو المجهولين. دوزت سنين وهي كتقوم بعملية الاختراق، ولكن عملية الاختراق ما أدت أنها دير واحد الإشهار الكبير. في 2005 قدوا الإشهار ديالهم اللي هو رجل بدون رأس، وكانوا بها أنهم ما عندهمش شي واحد يحكم فيهم ولا منضمين شي مجموعة أخرى، هما بوحدهم وتا واحد ما مسلط على الآخر. كاين مجموعة من الهاكرز المغاربة اللي منضمين هاد المجموعة، ودايرين واحد الكاتيغوري ديال الهاكرز المغاربة أو الهاكرز العرب، هما أغلبية فيهم كتر عرب وكاين من دول أجنبية. من بعد ما مات رجل جون فرويد، نادو قالوا غادي نرجعوا ليه حقه وغادي نديروا جميع الطرق باش نرجعوا ليه حقه. اول طريقه داروها هما اخترقوا مركز ديال الشرطه اللي كاين في المدينه اللي تم قتل ديال السيد. اخترقوها وخرجوا بزاف ديال الامور وبزاف ديال الحوايج اللي ما كيخرجوش من مركز الشرطه، وما قدروا انهم يمشيو ديال الاسرار وبارطاجوهم في كاع انحاء العالم. من الاسرار ان الشرطه ديال المدينه دارت بزاف ديال الاعمال ديال الافساد، دارت بزاف الاعمال الافساديه، يعني قتلوا بزاف ديال الناس ولكن كانوا كيتخبوا في دار ديال السلطه وما كانوش كيتعرفوا نهائيا. الحاجه الثانيه داروا هما قطعوا الاتصالات اللاسلكيه ما بين الشرطه، 4 ايام يقطعوا الاتصالات اللاسلكيه بين الشرطه، حتى واحد ما كيدوي، يعني حتى الشرطي ما كيدوي مع واحد الشرطي اللي في ناحيه اخرى. و4 ايام هما كاتبين فاك بوليس في واحد المكان اللي معروف ومشهور، وكانت فيه واحد الشاشه اللي كبيره هما كاتبينها في الشاشه وكان كلشي كيشوفها. ما حبسوش فقط عند الشرطه ولا رجال الشرطه، مشاو عند رئيس الدوله اللي هو دونالد ترامب، ومشاو كيهاجموه وخرجوا منه بزاف ديال الاسرار ديالو. ومن بين الاسرار هما العلاقات اللي كاينه ما بين امريكا وروسيا، العلاقات اللي هما سريع الانشعال، يعني يقدروا ينوضوا سيره ما بين امريكا وروسيا. تحت الساعه نانومينوس كتعتبر اكبر مجموعه ديال الهاكرز اللي كاينين في العالم، وما كاينش وحدين بحالهم. قال واحد العالم كيقرا في واحد الجامعه امريكيه ان العدد ديال الناس اللي كاينين في نانومينوس كيتزاود على 21 مليون شخص، يعني كثيرين بزاف. ديجا داروا مظاهرات وخرجوا في الشارع بالقناع ديالهم، القناع اللي كيكون بحال الماسك معروف انا نوري لكم، القناع هذا كان كيستعملوه بزاف كيخرجوا به، كيخرجوا فيديوهات وكيديروا فيهم بنفس القناع. راح تستعبق ما تعرف تعوضوا من هذه المجموعه نهائيا. السؤال ديال هذه الحلقه، واش انت مع ولا ضد هذه المجموعه؟ واش انت مع مجموعات الهاكرز ولا ضدها؟ كيف ما كنعرف مجموعات الهاكرز راه كدير بزاف حوايج زوينين وكدير بزاف حوايج خايبين، فراه كيبقاو هاكرز وكيبقاو مخالفين لقوانين الدول. هذا هو السؤال تاع اليوم، كنتمنى تجاوبوا عليه في الكومونتيرات وتهلاو لي في راسكم.